لنا سنتين تلاتة بنتابع العربيات، لا اوفر برايس، لا رجع تاني، لا بقت متوفرة، لا رخصت قوي، لا فرصة دلوقتي تشتري عربية، لغاية اما وصلنا للمرحلة بتاع في ارتفاع تاني في اسعار العربيات. ايه الحكاية وايه الموضوع؟ الاستاذ خالد سعد امين عام رابطة مصنعي السيارات، اهلا بيك يا فندم. اهلا مساء النور يا استاذ عمرو، واهلا بالمشاهدين. ايه وضع العربيات دلوقتي؟ والله الوضع يا استاذ عمرو دلوقتي بردك رجع تاني، الاوفر برايس بدا يظهر تاني في الافق، طبعا عشان خاطر موضوع ان الوقفه الاستيراد وعدم وجود العربيات بكثره، وطبعا بقت العربيات الطلب عليها اعلى من المعروض، لان طبعا الاستيراد من ساعه ما وقف العربيات مش موجوده، فالاسعار بدات تزيد تاني، وبطبيعه الحال وبطبيعه المصريين ان ان اللي مش موجود مطلوب، المرغوب دايما مطلوب، مش اللي مش اللي موجود ما يبصش عليه، لكن طول ما العربيه مش موجوده يدور عليها وايه طب احنا بنتكلم على انهي انواع من العربيات اللي هي زادت؟ لانه انا شايف، انا يعني انا ساكن في اكتوبر، فلما بعدي في وصل الدهشور دي كميه معارض السيارات اللي بتفتح غير طبيعيه، وفي كميه عربيات غير طبيعيه. والله يا استاذ عمرو، هي كل الاسعار دلوقتي زادت، العربيات الاقتصاديه تحديدا اللي احنا كنا دايما، انت عارف السوق المصري بيمثل 70% من العربيات الاقتصاديه. المشكله ان العربيات دي زادت، يعني العربيات اللي كان دايما احنا دايما بنامل ان هي تبقى متوفره وبسعر معقول، لا بدات تزيد، بتزيد بال 50,000 وبال 20,000 وبال 100,000، العربيات اللي هي المتوسطه. اما العربيات اللي هي مرتفعه الاسعار طبعا دي بقى دي خلاص بقى دي مفتوحه، دي خلاص بقى ما حدش بيدور عليها دلوقتي، لان خلاص حسب ايه؟ حسب رغبه العميل وحسب رغبه التاجر اللي بيبيع العربيه. لكن هي المشكله كلها في ان العربيات دي، حتى لو حضرتك رحت واشتريت العربيه هتبص تلاقي هيقول لك لا العربيه مش موجوده، احجز لي، استنى اللون مش موجود، ويجيب لك وياخد منك العربيه، ياخد منك سعر اعلى من السعر المعلن في السوق او سعر الوكيل. طب احنا ابتدينا نشوف موديلات 25 في السوق، ازاي العربيات ما بتدخلش؟ ما هي حضرتك ال 25 ده اصلا احنا عاده التعليمات او القانون بيسمح لصدور دخول العربيات اعتبارا من ابريل موديل السنه الجديده، يعني 25 بيخش من ابريل. طيب فبالفعل في عربيات دخلت من ابريل موجوده 25، لكن احنا دلوقتي الاي تي اي دي اللي هو التسجيل المسبق هو مقفول بقاله اكثر من شهرين دلوقتي، فما بقاش فيه سيارات تخش، لان طبعا التعليمات دلوقتي عشان نحتفظ على الاقتصاد الوطني وعلى تنميه الصناعه الوطنيه، فبطبيعه الحال احنا النهارده بنحاول نقلل من حجم الاستيراد. يعني اللي عايز يشتري عربيه النهارده صيني ياباني الماني ايا كان المنشا بتاعها مش موجود، او العربيات اللي متجمعه في مصر دي فيها مشكله برضو؟ لا بص هو طبعا نسبه العربيات المجمعه محليا نسبتها اقل شويه من نسبه العربيات المستورده، ولكن برضك عدم وجود عربيات، يعني مش عايز نقول انها مش نفس حجم الاستيراد، لكن برضك في عدم وفره من العربيات، لان حجم الانتاج مع حجم مكونات الانتاج مع حجم الاستيراد برضك للمكونات الانتاج مش بنفس حجم اللي يكفي الانتاج المطلوب مننا في السوق المحلي، فبالتالي الانتاج برضك ضعيف والاستيراد واقف، فبالتالي الضغط على العربيات المحلي بقى زايد شويه الفتره اللي فاتت. لا يعني اللي عايز عربيه محليه دلوقتي ما بيقدرش يروح للمعرض يقول له انا عايز العربيه ديت وياخدها ويمشي زي زمان؟ لا ويتنج ليست يا استاذ عمرو، في ويتنج ليست دلوقتي سواء عند الوكيل او عند الموزع، والمشكله كلها للعربيات المجمعه محليا ويتنج ليست؟ اه طبعا ويتنج ليست، لان كل الشركات ما بتطلعش حجم الانتاج بتاعها المطلوب منها، لان برضه حجم الانتاج مش بنفس الطلب اللي مطلوب في السوق دلوقتي، وبالعكس ده في اوفر برايس كمان على العربيات المجمعه محليا في السوق. انت عايز تقول لي انه حجم المعروض اقل من المطلوب دلوقتي في السوق المصري؟ مظبوط. طب هو السؤال طبعا مهم اللي كل الناس بتتفرج علينا دلوقتي، انا لو عايز اشتري عربيه اشتري دلوقتي ولا استنى؟ اشتري، لان انت مش ضامن بكره تبقى الدنيا حافين، الاسعار بتزيد كل يوم. هو يا رب احنا هنقعد نسمع الجمله دي على طول بتاعت انت مش ضامن الدنيا هتروح فين؟ هتروح فين يعني؟ ايه العربية يعني هتزيد قد ايه؟ والله يا استاذ عمرو بتزيد كل يوم، ده في عربيات زادت 100 و150 و200,000 جنيه في الاسبوعين اللي فاتوا. عربيات اقتصادية 200,000 جنيه؟ اه والله زادت 200,000 جنيه في خلال الاسبوعين الثلاثة اللي فاتوا دول. مجمعة محليا ولا مستوردة؟ لا يعني مستوردة، المجمع محليا بتتحول بتتراوح من 50 ل 70 ل 80,000 جنيه. ممكن بتوصل ل 100,000 جنيه كمان.
طب هو دلوقتي المواطن ينفع يستورد لوحده عربية؟ لا ما هو الاستيراد مقفول، قول لي الدنيا مقفولة دلوقتي عشان خاطر مشكلة ذو الهمم، مشكلة الاستيراد الشخصي، مشكلة الاستيراد عن طريق المغتربين، كل دي كانت مدخلة، كان في بعض التحيلات الفترة اللي فاتت، وبالتالي الاستيراد مقفول على الكل دلوقتي مش على حد معين. حتى لو أنا اللي هدفع الدولار؟ حتى لو أنت هتدفع الدولار ما مش هيديك التسجيل المسبق، ما هي المشكلة دلوقتي في التسجيل المسبق اللي مش موجود دلوقتي ومقفول على كل الناس. يمكن الحاجة الوحيدة اللي مفتوحة استاذ خالد، انا كل اسبوع اسمع انه فتحوه، يعني بيكلمني ناس موزعين بتوع عربيات كتير يقول لك بكره بعده بكره بعده، لا انما لا. عرفت ان هم نفسهم واهلهم حاجزين عربيات مش عارفين يدخلوها، يعني العربيات موجوده في المينا. بالظبط حضرتك، لان هي المشكله كلها ان اللي كان اتفتح لهم دول كان ناس دافعه فلوس وكان ماضي عقود قبل صدور القرار، وبالتالي هو ده اللي اتفتح لهم بنسبه برضه، ودول برضك بعد ما هيخلصوا النسبه بتاعتهم اللي اتفقوا عليها مش هيكملوا فيها تاني استيراد، هيبتدي بقى يشتغل على الانتاج المحلي. طب لكن احنا العربيات اللي ما دخلتش اللي هيعدي عليها الموديل هيعملوا فيها ايه؟ والله بص حضرتك، هو في 19,000 عربيه دلوقتي في المينا، في اقاويل 19,000 عربيه في المينا؟ ويقال ان فيهم 10,000 عربيه منهم معاقين. يعني رقم مهول، يعني برضك الحجم العربيات الموجوده في المينا النهارده 19,000 عربيه بيتباحث دلوقتي حجم ادخالها ازاي؟ لان يعني في مشكله في التحايل بتاعها في الاوراق اللي دخلت بيها، يعني جايه باسماء اشخاص والاشخاص دي هم ذو الهمم، وللاسف العربيه دي جايه بارقام مهوله وباسماء اشخاص ما يتساواش مع حجم العربيه نفسها او سعر العربيه. يعني تلاقي عربيه مثلا نوع من انواع الغاليه اللي تعدي ال 10 12 مليون باسم وظيفه لا تليق بقيمه العربيه. فشيء طبيعي ان في تحايلات بشكل مستفز في انواع العربيات. ما هو بقى من هنا تحايلات ومن هنا دولارات ومن هنا استيرادات، كل كده السوق يقف طبعا. فالسوق ما السوق ما السوق ما يعني متوقف بشكل مستفز. طب اظن ده بينعش السيارات المستعمله يعني. اكيد طبعا، المشكله يا استاذ عم ان العربيات المستعمله لما العربيات الجديده بتعلى سعرها، العربيات المستعمله طبعا الناس بتجري عليها عشان تشتريها، للاسف برضك بتزيد سعرها عشان حجم الفرق او الفرق ما بين العربيه المستعمله والعربيه الجديده. طبعا العميل اللي بيجي العربيه المستعمله بيحاول يقرب شويه من حجم الارقام اللي ممكن يطلب منه لما يجي يشتري عربيه جديده، فبتزيد سعرها، فالاقبال بيزيد على العربيه المستعمله برضك للاسف. الاستاذ خالد سعد امين عام رابطه مصنعي السيارات، بشكرك شكرا جزيلا. اكيد طبعا، يعني بص